السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي طلب مني إن أنا أعمل حصر للضغطات بس لدور معين. أنا عندي هنا الضغطات كلها ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، هو عايز أعمل حصر ليفل 1. الكلام ده مثال حقيقي حصل النهاردة، فأنا رحت فيو وقلت له عايز جدول، وقلت له سكادول، وقلت له عايز أعمل الضغطات. أشيل العلامة دي وأعلم على الميكانيكال وهقول له ضغطات، تمام. أتأكد هنا إن أهوت هبدأ أشوف إيه الحاجة اللي تنفع تتعمل تتقسم الأدوار، تمام. طيب أنا هنا عندي مثلا الفاملي، يعني الفاملي تايب دول أنا محتاجهم ضروري. طيب لو جبنا ليفل، هل في هنا ليفل؟ مفيش. طيب هل في أي حاجة ينفع إن أنا أخدها كريفرنس ليا؟ توب الفيشن بيديني الارتفاع مش بيديني الليفل، فأنا لما بدور على ليفل مفيش. طيب خلينا نفكر مع بعض. طيب رحت جيت هنا على بروبرتيز وعلمت على الضغط، فلقيت هنا عامل لي ان انا اعرف الارتفاع منين؟ من ريفرنس ليفل. طب تعالى نرجع كده الريفرنس ليفل، هل في هنا ريفرنس ليفل؟ لا مفيش ريفرنس ليفل. كده انا مش هقدر اقسمهم للليفلات. الحل الوحيد عشان اقسم للليفلات وهو ان انا اعمل سيلكت على ليفل ليفل، يعني ده مثلا ليفل 1، هعمل سيلكت كده على ليفل 1 واقول له فلتر واقول له انا عايز الضغطات بس، واقول له اوكي، وادور على خاصية اخليها ليفل، تمام. يعني ممكن مثلا اكتبهم في الكومنت، اكتب مثلا ليفل 1 دي في الكومنت، او ممكن اعمل بارامتر خاص بالليفل ده ليا انا. هروح اعمل الموضوع ده ازاي؟ هاجي في قائمة مانج واروح رايح في بروجكت بارامتر واقول له اد واقول له ليفل واقول له الليفل دوت انا عايز مثلا انسنت، تمام. وده هيبقى عبارة عن تكست، تمام. وده هحطه مع الضغطات، يبقى اوكي. اوكي يبقى لما اعمل سيلكت بعد كده واقول له فلتر، هو كده واخد الضغطات بتاعت الدور الاولاني. اقول له انا عايز الضغطات، اجي هنا هلاقي الليفل اهيت موجودة، هقول له ده ليفل 1، وليفل 2 برضه اعمل نفس الحكاية، وليفل 3 اعمل نفس الحكاية. دلوقتي بقى لما اروح في السكادول واجي هنا والاقي عندي خاصيه اسمها ليفل. طيب ليفل دي ممكن اجي هنا فلتر واقول له انا عايز اعمل فلتر باي ليفل اللي بتساوي ليفل 1، اوكي. هيبدا يجيب لي بس الضغطات اللي موجوده في ليفل 1، وده طبعا مش في الضغطات بس، ده في الباي، في اي حاجه ما تلاقيش ان انت تقدر تفلتر من خلال